مبلغ فلكي يتجاوز كل التوقعات، مواطن يعلن عرض عمارته للبيع وسط العاصمة صنعاء بسعر خرافي وصادم، هو الأكبر في تاريخ اليمن، وإغلاق ميدان التحرير لمدة أسبوع. تفاصيل جديدة وحصرية بعد الفاصل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عرض مواطن يمني عمارته للبيع في وسط صنعاء بسعر خرافي لأول مرة في تاريخ اليمن، حيث أعلن مواطن بيع عمارته التي تتكون من 30 شقة بشارع الزبيري للبيع بسعر 4,500,000 دولار، وهو أكبر رقم تصل إليه عمارة باليمن، حيث تشهد أسعار العقارات في اليمن ارتفاع جنوني غير مسبوق وسط فشل السلطات بضبطها. فيما أعلنت وزارة الداخلية متمثلة بشرطة المرور إغلاقا لميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، وقال مرور أمانة العاصمة أنه سيتم إغلاق مروري مؤقت في ميدان التحرير بدءا من قسم جمال شمالا إلى جسر الصداقة جنوبا لمدة أسبوع، وأضافت بأن الإغلاق سيتم من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 7 صباحا ابتداء من الليلة 1 ربيع الآخر 1444 هجري بسبب أعمال صيانة وترميم في الطرقات.